اتنين الذئاب المنفردة من الخمر إلى الإرهاب. في بعض الناس في التنظيمات الإرهابية هم أصلا مش جايين من تيارات إسلامية بقالهم سنين فيها، إنما جايين من ملاهي وجايين من أماكن جريمة، وكانوا قبل كده اللي سرق واللي نهب واللي ثبت حد في الطريق واللي اعتدى، كل دول دخلوا فيما بعد إلى الإرهاب مباشرة. طيب قروا إمتى في دين الحنيف؟ مفيش وقت يكون قروا فيه، ده كانوا مجرمين من 3 أو 4 شهور. فجأة من مجرمين وأعضاء في عصابات مخدرات وجريمة منظمة، فجأة بقوا أعضاء في الجماعات الجهادية. فأنت أصلا ما تلحقش تقرأ، مش تحفظ، تقرأ القرآن الكريم أو تقرأ شوية في علم الحديث أو تقرأ شوية في علم التفسير أو تشوف لك كام برنامج ديني تاخد لك شوية ثقافة، أو تخش على مواقع محترمة تقرأ فيها عن أصول دينك، أو تقرأ عن التاريخ الإسلامي، أو تقرأ عن العبادات والمعاملات في الإسلام، ولا حاجة. من الجريمة إلى الجهاد، من الجريمة إلى الإرهاب. الجهاد هو فريضة إسلامية، والجهاد ليس إرهابا، إنما نقصد الجهاديين الذين أساءوا إلى هذه الفريضة وجعلوها أداة للتنفير من المسلمين وأداة لقتل المسلمين. المجرم الذي ارتكب جريمة برلين أنيس العمري، هذا الإرهابي هو أيضا أخوه اتكلم، أخو أنيس العمري ده اتكلم في بي بي سي وقال إن أخوه كان ما بيصليش وكان يشرب الخمر ومالوش علاقة بالدين خالص، وفجأة فوجئ بيه بعد كان موجود في السجن في إيطاليا كم مرة بتهمة السرقة وبتهمة الاستيلاء على أموال وبتهمة الاعتداء على ناس في الطريق من أجل نهب أموالهم. مجرم وقاطع طريق وسارق، وحسب كلام أخوه كان بيصلي وكان يشرب الخمر. هذا الشخص في خلال شهور دخل بس السجن، أثناء السجن حد جنده للجماعات الجهادية، طلع انضم لداعش، وشفنا هذا الأداء. طبعا باب التوبة لأي إنسان مفتوح، ومحدش يزيد على توبة حد، وربنا أعلم بقلوب الناس. وممكن إنسان يكون مجرم بيرتكب كل المبيقات اللي في الدنيا ويجي في لحظة ويتوب إنسان كويس، بس يجي في لحظة يتوب يبقى إنسان كويس، مش يبقى إنسان قاتل. بعد ما كان قاتل كمجرم بقى قاتل كإرهابي، بعد ما كان بيعتدي كمجرم غير متدين بقى بيعتدي كإرهابي بيزج بالدين فيما يفعل. فالجريمة النكراء التي ارتكبت في برلين ارتكبها شاب لم يدخل كثيرا في المعاملات الإسلامية ولا الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، وإنما انتقل من الجريمة إلى الإرهاب مباشرة، ودي سمة من السمات الواضحة لمن يسمون الذئاب المنفردة.